إلى مشاهدينا الآن إلى وقفتنا الأولى من زوايا المراسلين مع مراسلة العلوم والابتكار هند إبراهيم من واشنطن ودراسة عن أدمغة المراهقين والقلق. صباح الخير يا هند، وشو هي التفاصيل؟ صباح النور راوية. الخوف هو العاطفة الأساسية التي تسبب الاضطرابات النفسية والقلق. عادة يتبدد الخوف بانتهاء التهديد، لكن هذا لا يحدث عند المراهقين، ليس بهذه السهولة على الأقل. المراهقين غير قادرين على إخماد ذكرياتهم المرتبطة بالخوف. طبعا هذه المسألة من الممكن التحكم فيها بشكل صعب، يعني وفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة American Science يريد العلماء أو يقترح طريقتين للتعامل مع الخوف عند المراهقين. الطريقة الأولى تسمى بتوحيد الذاكرة، والتي يعني يعتمد العلماء من خلالها استغلال خاصية الديناميكية للذكريات عند الإنسان. عندما نستعيد أي ذاكرة تكون عرضة للتغيير أو التعديل عليها. يريد العلماء أن يتحكموا بالذكريات الأصلية المرتبطة في الخوف واللي موجودة في منطقة بالدماغ تعرف باللوزة الدماغية، وهذه المنطقة تنمو عادة عند المراهقين أسرع من المناطق الأخرى، مما يؤدي إلى اختلال في التواصل بين المناطق المختلفة في الدماغ. الطريقة الثانية اللي يقترحها العلماء تعرف باسم إشارات السلامة، وإشارات السلامة هذه قد تكون أنواع مختلفة من الأشياء، قد تكون قلم، رائحة، قميص، أي شيء يبعث نوع من الطمأنينة عند المصاب. هذه الإشارات تفعل منطقة تعرف باسم التحصين الأمامي، واللي تقلل من الخوف لدى المراهقين ولدى الجميع طبعا، ليس المراهقين فقط. لكن الأطباء أو الخبراء يقترحون عدم اعتماد هذه الطريقة كثيرا، لأن تكرارها قد يقلل من مفعولها. لذلك المرة المقبلة عندما تستفزنا تصرفات المراهقين لابد أن نكون أكثر رأفة بهم، لأن فعليا هم غير قادرين على التحكم بالكثير من تصرفاتهم بسبب التغيرات التي تحدث للدماغ في مراحل المراهقة. يعني بلاش الشبشب. طيب أوكي، في موضوع آخر بهم محبي وعشاق الفلك، موكب الكواكب، وهو حدث نادر وفريد، شو قصته؟ راوية، هذا عرض سماوي مذهل. 6 كواكب ستصطف على الجانب اليمين من الشمس. هذه الكواكب هي عطارد والمشتري وزحل والمريخ وأورانوس ونبتون. يمكن طبعا رؤية هذه الكواكب يعني نصف ساعة قبل الفجر يومي الأحد والاثنين، ستكون واضحة بدرجات متفاوتة، لكن لن تحتاج إلى أي أدوات لرؤية على الأقل 4 من هذه الكواكب. سنحتاج إلى تلسكوب لرؤية أورانوس ونبتون. هذه الظاهرة واللي هي معروفة باسم محاذاة الكواكب أكثر شيوعاً من الاصطفاف الحقيقي للكواكب. الاصطفاف الحقيقي للكواكب نادر جداً وقد يحدث مرة كل 180 سنة تقريباً، لكن هذه النوعية من المحاذاة هي خدعة بصرية. الكواكب ليست مصطفة وهي منتثرة وبعيدة مسافات هائلة، مثلاً يعني عطارد والمشتري سيبدون قريبين جداً، لكن فعلياً هم أكثر من 400 مليون ميل المسافة فيما بينهم. لذلك هي خدعة بصرية، ستبدو هذه الكواكب من سمائنا في الأرض في شريط واحد يجعلها تبدو يعني جميعها مصطفة بشكل يعني في إلى جنب بعضها الآخر، وكأنها جميعها مصطفة في موكب واحد. بالفعل شكرا جزيلا لك هند إبراهيم على هذه الأخبار والمعلومات المفيدة الحقيقة.